بداية قال الفريق أحمد قيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في خطاب جديد من أكاديمية شرشال اليوم أن الجيش سيستمر في مرافقة الشعب بكل ما تعنيها العبارة من معاني. قيد صالح أكد أنه لا طموحات سياسية للجيش وأن الطموح الوحيد هو خدمة البلاد والمرافقة الصادقة للشعب. استمر الجيش الوطني الشعبي مرافقة الشعب كل ما تعنيه عبارة مرافقة من معاني الصدق مع الذات والوفاء للعهد المقطوع، ويستمر معه الوفاء كل الوفاء بهذا العهد المقطوع بأنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي. وأعيد ذلك مرة أخرى بأنه لا طموحات سياسية لنا. قد تبين الآن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، واتضحت النوايا وتجلت توجهات، والبقاء الأصلح هو من أخلص النية لله والوطن والشعب.